السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد علي في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. طبعا أنا حابب إن أنا قبل ما أعمل أي حاجة وقبل ما أتكلم في أي حاجة أشكر كل المتابعين اللي وقفوا جنبي بكلمة كويسة، باشتراك جميل، بمشاهدة كاملة. كل ده أنا حابب طبعا إن أنا أشكركم جميعا، وبجد كتر ألف خيركم، وبيكم أنتم وبدعمكم انتوا القناة هتكبر بإذن الله، وهنفضل دايما نقول كلمة الحق وننصر الحق في كل مكان وفي كل وقت إن شاء الله. طبعا قبل ما نتكلم ونقول أي حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والنهاردة معانا موضوع تكملة لما حصل بالأمس، والموضوع اللي أنا اتكلمت معاكم فيه بالأمس يمكن نقول بقى الحقد، الكراهية، الحاجات اللي انتوا اللي احنا بنقول عليها دي كلها، لا احنا هنزود عليها بقى هشام متولي كمان. وما ادراك ما هشام متولي؟ مين مننا ما يعرفش هشام متولي؟ واللي ما يعرفوش هنحاول نلخص موضوعه في يعني في حاجه بسيطه. بس قبل ما برضه ما هنتكلم عن هشام متولي، معانا برضه مغترب فرنسا، وبعض الكلام والتعليقات اللي جات لي اللي حابب برضه اعرضها عليكم، وبرضه منتظر كده ايه تعليقاتكم، اذا كانت ايجابيه او سلبيه انا هرد عليكم ان شاء الله، وباذن الله هنوصل جميعا لبر الامام مع بعض. طبعا طلعوا بعض المتابعين بيطلبوا مني ان مدام هناء تطلع وتعتذر على ما صدر منها من الفيوسات، بقول لك وصل رسالتك لمدام هناء انها تطلع وتعتذر. طيب اذا قلنا ان مدام هناء بتنكر كل الفيوسات دي فهتطلع تعتذر ازاي؟ طيب لو قلنا ان مدام هناء اعترفت ان الفيوسات دي حقيقيه، طبعا مطلوب منها انها تعتذر، هي عمرها ما هتتكبر على حاجه زي كده. بس انا زي ما انا قلتها لكم قبل كده ان وارد 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 ان الفيروسات دي تكون حقيقيه، وممكن تكون الفيروسات دي متفبركه. طب لو هي حقيقيه، عشان دي برضه نبقى ماشيين واحده واحده مع بعض والكل يفهمني، الفيروسات دي لو هي حقيقيه قلنا ان طبيعي اي ست في الدنيا ممكن تفضفض بالكلام، ممكن تقول اي كلام، وده وارد وكلنا متفقين معاه، ويمكن اغلب متابعيني من السيدات المحترمات عارفين اللي انا بقوله. ست كتيره ممكن تقول ايه، تبقى قاعده معاك شويه تمشي فلانه تمشي وتطلع تقول ايه والله انا كنت زعلانه منها، لا اصل ما بحبهاش، لا ما بحبش اتكلم، فالطرف الثاني راح سجل المتاح وارسلها لفلانه او لبعض بقى المشاكل كتيره بقى اللي احنا مش الفيوسات بس بتاعت الدكتور عبيد، لا دي فيوسات ثانيه. فوارد الحاجات دي كلها ممكن تكون حقيقيه، لو قلنا انها متفبركه وفي ناس الهدف منها هدم مدام هناء وهدم القناه اللي تعبت فيها، ده وارد لان في هجوم شديد قوي قوي من بعض القنوات. فحته انها الاعتذار دي بتهيألي غير مطلوبه منها ان حتى تطلعها، هي تكمل وتمشي على المسيره بتاعتها اللي هي بتقدمها وتحاول تصدر طاقه ايجابيه. طبعا في بعض المتابعين اتكلمت، واحده بتقول لي من كتر النكد والمشاكل والعياط والحاجات اللي شافتها من مدام هناء هي زهقت، وده عندها حق. احنا مش عايزين طاقه سلبيه تخرج من مدام هناء، احنا عايزين دايما الطاقه الايجابيه اللي الناس كلها اتعودت عليها، والسيدات الفاضلات اللي اتعودوا ان ما يشوفوش غير طاقه ايجابيه خارجه من سيده بسم الله ما شاء الله عليها. فطبعا ده مطلوب منك عشان ما تخسريش متابعيني كمدام هناء، استمري في اصدار الطاقه الايجابيه. ممكن تكون ابتديتي ان انت تصدريها على قناه شهرزاد عشان تكبريها، بس لا استمري بالموضوع ده في قناتك مغتربه في فرنسا، لان دي قناه شبه يعني على وشك كده ان شاء الله نص مليونيه، فدي برضو فيها متابعين كتير، فمحتاجه ان هي كمان تصدر لهم الطاقه الايجابيه. يعني انت عايزه تعلي قناه شهرزاد، بس برضو ما تخسريش قناه مغتربه في فرنسا، فحاولي تصدري الطاقه الايجابيه واستمري ومزيد من النجاح ان شاء الله. طبعا في ناس كتير قوي قالوا ان انتوا من كتر النقد ومن كتر الشتايم ومن كتر الحقد ومن كتر الكراهيه ومن كتر الحاجات دي انتوا شوهتوا سمعه ام الدنيا، ودي للاسف الشديد بتقول لك انتوا دايما بتاكلوا في بعضيكم، ودي حاجه محزنه جدا جدا لما نشوف كتير من القنوات طالعه، مش عايزين نقول بقى يعني ايه ده بيتكلم على ده وده بيتكلم على ده وده بيتكلم على ده، ويعني شغل نميمه زي ما بيتقال، ودي حاجه محزنه. ما ينفعش ان احنا نخرج بالطريقه دي او سمعتنا تتشوه بالطريقه دي، احنا ممكن ننتقد زي اي حد بينتقد، بس انتقادنا يبقى باحترام وبادب، ما
ما نحاولش ان احنا نعض ببعض لان ده مش صح. طيب في واحدة تانية بتقول لي هو انتوا ما عندكمش شغلانة غير النم والكلام وي وي وي. احب اقول لحضرتك يعني دي حاجة بسيطة خالص عايز اقولها لك، لو انت شايفة ان انا طالع بنتقد وبتكلم على اي شخصية وبتكلم عنها باحترام وبأدب شايفة ان ده نم، اذا فالاعلام كله اللي انت بتشوفيه ده كله نم. ولو انت شايفة ان احنا مصيرنا النار يبقى ناس كتير قوي هيبقى مصيرها النار من اللي انت شايفاهم عاديين بالنسبة لك وشايفاهم وبتسقفوا لهم كمان. واصلة كده؟ طيب طبعا في ناس كتير اتكلمت قالت لك ان من كتر النقد اللي شغال ده لان الناس اتجننت وسعرت على الفلوس، الناس اتجننت وسعرت على الفلوس لدرجة ما بقاش عندهم اي مشكلة واي خوف من ان هم يخوضوا في اعراض الناس، وللأسف الشديد دي اصبحت ظاهرة وبقت منتشرة جدا ولا حول ولا قوة الا بالله. عندنا ما احنا يعني عندنا قناة ابو فلة او ابو فلة قناة كبيرة وقناة بتاعت ولد صغير، يعني انا بالنسبة لي بسم الله ما شاء الله يوتيوبر عربي صغير كده وجميل وربنا يكرمه، لكن قناته بسم الله ما شاء الله كبيرة جدا جدا، مش عندي يعتبر اكبر قناة في الوطن العربي وليها كل الاحترام والتقدير، ومع ذلك دايما بيلاقي دعم ويلاقي ناس واقفة جنبيه ويلاقي مش عارف ايه، مع ان كان ممكن ناس كتيرة تطلع وتنتقد وتهين وتبهدل وتقل منه، ومع ذلك لا ده بالعكس ناس كتيرة بتدعمه وناس كتيرة واقفة جنبيه وناس بتتمنى له دايما النجاح. ليه؟ هو كده ده الصح، انتقد الخطأ عشان يتصلح وما يتعملش، لكن نقف جنب الشخص لو نكبره ونكبر معاه كمان. طبعا نخش على موضوع هشام متولي وخرج علينا من ساعات بقى بسيطة كده بالفيديو اللي هو عمله وقال لك ان وصول بعض الجردات او بعض البلطجية اللي دخلوا على ناحية البيت عنده وهو كان بيعمل بس او لايف وكده وبيتابع خطوة بخطوة لحد ما عرف انه الناس عرفت ان هو واصل عند البيت وبدأ يجيله مكالمات ان في بودي جردات واقفة عند البيت. طب ده جايين عايزين يعملوا ايه؟ يا ترى هيتهجموا عليه؟ يا ترى عايزين يخوفوه واسرته؟ طبعا كلام كتير قوي عايزين يضربوه ايا كان الكلام. فطبعا دي حاجة كلنا بنرفضها وكده، او كلنا احنا غير قابلينها بالمرة ان احنا نشوف مشاكل بتخرج من باب او من مكان السوشيال ميديا اللي تبقى في الحقيقة او تبقى على الملأ بقى، خلاص بقى خرجت من هنا راحت بقى على المسار التاني خالص، ودي حاجة جدا محزنة جدا. مش للدرجة دي المشاكل بتاعتنا هتوصل. ممكن اختلف مع فلان، ممكن اختلف مع علان، يطلع هو ينتقدني يطلع انا انتقده، لكن في حدود ما بيني وما بينه، ما ينفعش لا انا اتعديها ولا هو يتعداني، لكن هتخرج وتعدي لمرحله تانية ان انا اجيب لك ناس واذيك عشان بسبب مشاكلك الاخيره مع فلان ولا علان ولا فلانه ولا علان والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها، فتبتدي المشاكل تزيد، دي حاجه كانت محزنه. انتوا عارفين مشاكله الاخيره كانت مع مين؟ واتكلم بيقول لك ان هو وهو راجع كان راكب توك توك. ناس كتير هتقول لك طب ما هو عنده عربيه ايه اللي يخليه يركب توك توك وهو راجع؟ الناس دي يعني يمكن من باب خبراتهم ما يعرفوش الناس الشعبيه اللي يعتبر احنا ناس شعبيين وعارفين يعني ايه توك توك. التوك توك دايما احنا بنركبه لانه بيعدينا من اماكن صعب ان العربيه تخش فيها، بيبقى سريع في بعض الاماكن احسن من العربيه. توك توك ده سريع للاسف الشديد بيبقى سريع في بعض الاماكن اللي العربيه لو هتاخد وقت تقعد فيه 10 دقايق التوك توك ممكن يخلصه في دقيقه. طب ليه؟ لانه بيعدي من اماكن العربيه صعب انها تعدي منها. فهيقول ناس هتقول لك يعني عنده عربيه وراح يركب توك توك؟ عنده عربيه وراح يركب توك توك مش عيب. فناس كتير هتعلق على الموضوع ان هو عنده عربيه وراح يركب توك توك، لا دي حاجه عاديه جدا جدا. انا اللي هقول لكم عندي عربيه ولا حاجه، بس هو التوك توك حاجه اساسيه عشان نبقى احنا سرعه مع بعض، حاجه اساسيه بالذات في الاماكن الشعبيه لانه بيوفر وقت طويل جدا. الناس اللي هتسال زي ما قلت لكم عن حياه اسره هشام كتير قوي بيتكلم ان حياه اسره هشام بقت في خطر. لا، طول ما احنا في مصر هي مش في خطر، والله اللي انا بقوله لكم في مصر هي مش خطر. ليه؟ احنا عندنا حكومه وعندنا جيش وعندنا شرطه يامنوا اي حد، وعندنا شعب يعرف ازاي يحمي نفسه وما تقلقوش. اذا كان ده كله المنطقه نفسها اللي هشام فيها
تعرف ازاي تحميه من اي حد. ده هو مسافة بس ما يصفر تصفيرة هيلاقي الشعب كله، الدنيا كلها اتقلبت، المنطقة كلها اتلمت. فدي يعني اللي ما يعرفش الاماكن الشعبية. طبعا كاميرات المراقبة جابت الجردات اللي كانوا موجودين، وهو طبعا اتصل بزمايله ولم الدنيا دي كلها، وطبعا اتكلموا معاهم وكده. ناس بتقول لك لا يروح يقدم بلاغ، يروح يعمل، يروح يسوي. مش عايزين نزود المشاكل، نحاول نلم المشاكل شوية، وهو هشام يهدى شوية. يعني هشام يهدى شوية من المشاكل المنتشرة. زي ما قلت لكم الحقد والكراهية ابتدت تنتشر، حتى مش مع مخربة فرنسا بس، ولا مع فلان ولا علان، لا ده مع كل الناس. كلنا بقينا بننتقد بعض، وكلنا بنكره بعض، وكلنا مش تحبها. ودي حاجه بجد محزنه جدا جدا، ويا ريت ما نحاول ما نشوفهاش كتير. يعني دي حاجه احنا نتمنى ان احنا ما نشوفهاش كتير. وجيت في نهايه الموضوع، مش عايز اطيل عليكم اكتر من كده، لان بجد عارف ان متابعين ابتدوا يزهقوا ويملوا من المشاكل. بس ان شاء الله الايام اللي جايه هنحاول نقدم حاجات كويسه جدا، وان شاء الله هتعجبكم وترضيكم باذن الله. جيت في نهايه الموضوع، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.